وللحديث أكثر عن اللجنة التي شكلت لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العراق والتي يراها مراقبون أنها تكميم للأفواه، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. مرحبا بك معنا. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا بكم. يعني كما ترى، مجلس القضاء في العراق قرر تشكيل لجنة للرقابة على ما تراه مخالفات في كل من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. كيف ترى أو تنظرون إلى عمل هذه اللجنة والمهام المناطة بها؟ طبعا أهلا بك ومشاهديك الكرام. أولا، القرار يتنافى مع الدستور ويتعارض مع الدستور العراق الذي كفل حرية التعبير وحرية التعبير عن الرأي. القرار قرار السباعية وقرار تشكيل اللجنة السباعية المتكونة من 7 أجهزة وأغلب هذه الأجهزة أمنية جاء قبيل الانتخابات، مما يعني أن القرار مسيس والقرار يخدم الطبقة الحاكمة، الطبقة السياسية الحاكمة، وهي الطبقة السياسية الحاكمة على رأسها النواب الحاليون والوزراء الحاليون ورئيس الوزراء، يخشون انتقاد الشعب وربما يخشون الشتم والتشهير وتذكير العراقيين بأن هؤلاء السياسيين فسد على مر الدورات الانتخابية، ويخشون من تصاعد موجة المقاطعة وانتشارها وتوسعها. فأصدرت خلية الإعلام الأمني مع ست خلايا أخرى تابعة لوزارات الداخلية ووزارة الإعلام الأمني ووزارة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين وبرئاسة مجلس القضاء الأعلى، شكلت لجنة سباعية لمراقبة ما أسمتها الفسق والفجور في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية المملوكة لتجار أو رجال أعمال. طبعا القرار يتنافى مع الدستور كما أسلفت، ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير. المواطنون أو أغلب أهالي بغداد والمواطن العراقي بات يخشى على نفسه من كتابة منشور ينتقد فيه فساد هذا المسؤول أو ذاك، وأغلب المواطنين باتوا مستائين من هذا القرار لأنه يكمم أفواههم ويحجبهم عن كتابة أي منشور على مواصل التواصل الاجتماعي، لأنهم ربما سيكونوا مستهدفين وربما تنالهم عقوبات. السؤال المطروح الآن سيد عبد الله، ما حاجة الأحزاب والميليشيات والحكومة والقوات الأمنية إلى لجان أو قانون لتكميم الأفواه كما يسميه الناشطون ولقمع العراقيين، طالما أنها تقوم بذلك بدون قوانين؟ ربما تكون مبوبة وقانونية، ولا تريد أحد أن يحاسبها. بوبة هذا القرار أو هذا القانون، بوبة قانونيا وأمنيا، لكي لا تقول هذه الأحزاب أنها منفلتة أو خارج القانون. القرار مسيس كما قلنا، مسيس وأصبح قانونيا وحكوميا وغير صادر من الميليشيات، من الحكومة المعترف بها دوليا. نعم. طيب، بالنسبة للناشطين والمنظمات الحقوقية، هم من البداية يصفون اللجنة ومهامها بالتخويفية أو الترهيبية للمجتمع العراقي، في حين أن الحكومة تراه تنظيم لفوضى الأخبار والمعلومات التي تدور داخل المجتمع العراقي. ما الذي يمكن أن يرجح أحد الرأيين في هذه المسألة؟ طبعا هو تخويف وترهيب للناشط العراقي، خصوصا الناشط الذي ينتقد، النشيط الذي ينتقد ويكتب عن ممارسات خاطئة للسياسيين العراقيين ومسؤولين، عن حوادث سرقة وكومنشنات وصفقات فساد سياسي وفساد أخلاقي. هذا هو المستهدف. السواد الأعظم طبعا من الشعب العراقي ربما بات يخشى على نفسه من كتابة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه هذا المسؤول أو ذاك، خصوصا في بغداد وباقي المحافظات الأخرى. الانتخابات قربت، السياسيين وعلى رأسهم من يدير هرم السلطة في بغداد باتوا يخشون من عزوف الناس عن الانتخابات، فأصدروا هذا القانون للحد
من تشويه العملية السياسية أو تشويه السياسيين وتذكير العراقيين نعم. بالمآسي التي مروا بها وبعمليات الفساد التي قادوها هؤلاء السياسيين الفاسدين. نعم سيد عبد الله، صوتك يبدو بعيدا قليلا، أرجو أن تقرب التليفون لتوضيح الصوت. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل ثمت علاقة بين توقيت هذه اللجنة، تشكيل هذه اللجنة، وقرب موعد الانتخابات المبكرة التي ستكون بعد شهور قليلة من الآن؟ لا شك أخي، القرار مرتبط بقرب عمليات يعني عمليات الاقتراع المقررة في بداية الشهر السابع القادم. لم يتبقى إلا شهرين تقريبا على الانتخابات. الحكومة ستتخذ عدة قرارات وإجراءات مجحفة وربما أكثر تكميما للأفواه من هذا القرار. القرار سباعي، لجنة سباعية، شرعنت الحكومة شرعنت هذا القرار بلجنة سباعية من نقابة الفنانين ونقابة الصحفيين وجهاز الأمن الوطني وخلية الإعلام الأمني ووزارتي الدفاع والداخلية، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. طبعا المسألة ليست بالهينة، ستزداد عملية تكميم الأفواه وستزداد كلما اقتربنا من الانتخابات. بلا شك، شكرا لك سيد عبد الله الفراجي الصحفي من العراقي من بغداد.